السلام عليكم. اليوم نعرفكم بأفخم مشروع لإنتاج السمك في الجزائر، وواحد من أفخم المشاريع في إفريقيا إذا ما استثنينا المشاريع الموجودة في مصر. إذن المشروع هذا نتاع مستثمر جزائري بشراكة مع شركة كوسيدر، تم إنشاء مزرعة لإنتاج السمك البلطي الأحمر في ولاية بسكرة. وهنا نشوف الأحواض نتاع تربية السمك. في الأول نلاحظ نشوف الأحواض نتاع التربية نتاع الأسماك في الأحواض الصغيرة، وهي مخصصة لتفريخ الأسماك. وفيه سوف نمر في الجزء الثاني من هذا الفيديو إلى الأحواض الكبيرة جدا لتسمين وتكاثر الأسماك، يعني في المرحلة تاع تكون مرحلة تاع الأسماك تكون مرحلة تاع الاستهلاكية نتاع التجارية. وهذا المشروع سوف ننتقل إلى الجزء الثاني من الفيديو لنشاهد هذه الأحواض العملاقة. وهنا نشوف هذه الأحواض الكبيرة المخصصة لتسمين الأسماك، و يعني في المرحلة نتاع النضوج نتاع هذه الأسماك. نشوف الأحواض الكبيرة جدا المخصصة إذا لتربية البلطي الأحمر، اللي راهي يلقى رواج كبير في الأيام الأخيرة في الجزائر. وأترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.